بدي من عندي من هون، حتى لو كانت مرتي قولي لها مالي موجود. يلا. الو؟ اهلين مدام هنا؟ لسه ما اجا. ولا اتصل؟ لا ما اتصل. بتعرفي مدام؟ انا كتير 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 قلقانة عليه، وخايفة يحكوا معي من الوزارة وما يلاقوا. تقبريني، طولي بالك، ما صار شيء، اكيد هلا خمس دقايق وبيكون عندك بالمكتب، اكيد انشغله بشي شغلة، لا يغلى قلبك حبيبتي انتي. على كل يا مدام، يا ريت اذا حكاكي يعني تتصلي فيني وتطمنيني. اهلين مدام، مع السلامة، يا اهلين. انتي ممثلة عظيمة يا امل. عجبتك استاذ. روحي جيبي قهوة. رجلي ما عم يحملون اخيلكم. قلبي قلبي يا امي قلبي. يا ترى شو بقصة المدير من هالحركة؟ وليش ما بده يحكي مع مرته؟ وليش خلاني الا انه ماله هون؟ اكيد في سر بالموضوع، بس شو هو هالسر؟ شو هو؟ أكيد المدير متقاتل مع مرته وزعلان. يا رب، ما بده يحكي معه، عم تتصل لتراضيه وهو ما بده، ما في غير هالتفسير. يا لطيف، شو طبعه صعب بس بيطلع له. المهم إني بستو يقبرني. أكيد هلا بتكون أفكار عم تاخدها وتجيبها، عم تقول لحالها ليش عم بتصل هو ما عم يرد. معناتها اكيد هو مو بالمكتب، اكيد هي بدها تحكي لحالها. لك افتلي افتلي افتلي. فتلت. هلا من وصلتي على البيت راح تبدا علي بقى زخ اسئله. ممكن نعمل وهذا اللي بدي اياه انا. حرام، هي مو هيك بتحكي بس انا هيك بلدها. يعني وين بده يكون لهلا؟ وين يعني؟ اكيد لا فيل على شي وحده حلوه كثير وسرقن الوقت. يعني هلا اذا جوزك بيلفي على نسوان ضروري تكون كل اصابعك مثل بعضها؟ بعرف شو عندي. شو زعلتي مني؟ كم امزح معي؟ معقول تعلميني على الاستاذ جميل؟ بس شو بدك؟ الاستاذ جميل ما اشبه شي، هداك اليوم طلع كام كلمه حلوه معه لزهره. هلا معقول تكون امه صار لها شي وراح لعندها؟ اتصلي فيها تاكدي. اي احسن شي. الو، مرحبا مرت عمي، كيفي؟ كيف صحتي؟ الحمد لله، يعني ما عم يجعك شي، طمنتيني الحمد لله. لا ما في شي، بس شفتك بمنامي، يعني منام كان مزعج فحبيت اطمن عليك. مو صاير لك شي؟ اكيد يعني. ايه الحمد لله. قلي لي مرت عمي، جميل عندي؟ امتى راح؟ عن جد؟ لا بس اتصلت فيه على المديرية ما لقيته، حبيت شوف اذا كان عندي، حابة احكي معه كنت شوي. أنو قميص؟ راح يضبه بالبيت؟ يسلم دياتك مرت عمي. اي ماشي تقبريني. شكرا كتير مرت عمي، يلا بخاطري. ما لقيتي عنده؟ كان عنده وهدته قميص، فيمكن يكون راعي البيت ليحطه هنيك. لا تقولي جوزي بنو، انا هون ماري جوزك، انا الاستاذ سالم بالبيت عند الجري والمسح والكناسه. هيك جوزي؟ عفوا نسيت. هاي معاملاتكم خالصه. شكرا. عفوا. شو بدي اقول لك حبيبي، انت اليوم عندك شي المسا؟ لك شو بدك فيني؟ شو بدك فيني اذا كان عندي شي ولا ما عندي شي؟ انت ما دخلت بنوم فيي. انا حر، بروح بسهر ما بروح بسهر، ما بيجي بروح ما بيجي. مالك انا رجال رجال. طبعا انت حر حبيبي، بس انا قصدي يعني مشان دبر اموري. دبري دبري امور. شو
ابن خالتي الدكتور الجراح. الجراح اتصل فيي اليوم وقال لي انه جاي يسهر عنا المساء. انت قلت لحالي لا اسالك، انت بالبيت ولا عندك شي سهره؟ مشان قل له لابن خالتي الدكتور الجراح. ايوه الجراح، اهلا وسهلا ولا اجلها ليوم تاني؟ لا لا لا، قلي له قلي له خليه يجي، معلش اصلا انا عندي استشاره طبيه مشان طبلت اذني. على فكره دريت انه ابن خالتي الدكتور الجراح بده يتجوز، عم يدور على عروس، فقلت لحالي اذا بذهنك شي عروس حلو من بيت الحلو. ترى بقول فارس الحلو لا قل له يا هلا ابن خالتي. لا لا لا، انا ما حواليه بنوب، يعني انا كل الشكلات اللي حواليه بشعين ما لهم طعمه، مو حلوين بنوب، بيعرفوا. عفوا انسه ورده، حواليك شي عروس حلوه لابن خالتي؟ استاذ سالم، شايفه مناماتك عم تصير حقيقه. منامات شو؟ ما في منامات ولا في لا في شيء. عم بتقول لي منامات كمان؟ ما بعرف هي وصلت للمنامات كمان، وصلت انت وياها للمنامات. هذا اللي كان ناقص. تعي هون انت، وين رايحه؟ وين رايحه؟ يلا علاء الضرائر بعدكم اطلع. من اليوم هو رايح شو مع تست من الصيدلية، راح خلي جارنا جميل يدفع. معقولة ينتقلوا؟ ما راح خليهم. شو الشغلة على كيف أنا؟ اليوم بشوف جميل وبحكي معه، بقنعه ما ينتقل. ساعة واحدة يا أخي، أنا ما دخلني سيادة المدير هيك بده أضويت. أهلين وسهلين أستاذ وسيم. كيفك أنسة؟ الحمد لله. سيادة المدير جوا؟ إيه جوا. فيني ادخل لعنده؟ ايه تفضل استاذ، بس ممكن تعطيني دقيقتين من وقتك؟ بدك تكرم عيونك، خمس دقايق لاحلى سكرتيره. شكرا استاذ، خجلتني. حكيت مع المخرج بخصوص شو؟ بخصوص. ايوه حكيت وافق. وافق يعطيني الدور؟ وافق، بس في اشكال. بس شو استاذ؟ ما في شيء، المسلسل اللي بين ايديه هلا توزعت الادوار كلها وما في مجال يوزع لك هلا، بس وعدني بالمسلسل الجاي ما بينساكي ابدا. وامتى المسلسل الجاي؟ ما بيطول، شغلته قريبه. قديش بده استاذ؟ على شطاره بقى جميل. المدير؟ ايه المدير. وشو دخل الاستاذ جميل بالمسلسل؟ دخله له علاقه بالموضوع وبعدين بحكي لك. عرفتها. هلا فيني اتفضل بقى؟ اتفضل استاذ. اهلي وسيم، لو ما جيت لحالك كنت هتصل فيه. اكيد نجحت خطه الانصاب. يا ريت. كمان ما مشي الحال؟ الحال ما تلحلح من محله ولا خطوه. يا اخي انت ما عم تعرف تطبق الخطط. انا عم نفذ اللي عم تقلي عليه حرف حرف. يا اما هي القصه اللي عملتها على لابتوب ما علمت. ريح خود شوفها شو معلمين. محرزي شافتها؟ ايه نعم شافتها. شو قالت لها؟ بمنتهى العزوبة والانسيابية والرومانسية بوشها على المطبخ سنول السنتوم، بلشت تفرق فيها، قال مشان ما اتسمم من قرصة النحلة. قرصة نحلة؟ لا هي المرة اللي عندك مو معقولة منو. انا بحياتي ما شفت هيك مرة، لا بالقصص ولا بالحقيقة. واسمع مني ها، مهما عملت ما حينفجر سمان امان. ارضى بيلي قسم لك يا الله وخليني كمل مسلسلي. طيب شو رأيك إذا قلت لك إنه صمام الأمان انفجر وصار بخبر كان؟ شلون؟ شلون ما بعرف، بس اليوم الصبح قبل ما أجي على الدوام مريت لعند أمي يشرب فنجان قهوة، قعدنا حكينا شوي، ما خلينا حدا ما عطيناه بالمقلاية. تأخرت على الدوام، من وصلتي خبرتني أمل إنه هنا متصلة فيه لهون أربع خمس مرات. هي أول مرة بتتصل فيه هنا على الدوام أربع خمس مرات بنفس النهار. حتى وأنا قاعد رن التليفون قلت لها لا أمل قولي لها مالي هون، وما رديت عليها. بعد ما راحت أمل صفنت هيك، ليش عم تتصل فيه كل الآن؟ معناتها أكيد شكوا، يعني بلشت تشك فيه. بجوز إيه وبجوز لا؟ قلبي عم يقول لي إيه، لأنه أمل قالت لي إنه هنا كانت كتير ملهوفة لتعرف أنا وين وليش تأخرت على المكتب. على كل خير إن شاء الله. لك صحيح وسيم، بدي منك خدمة. تفضل. أنت ساعدتني بتشعيل النار، هلا بدك تساعدني بتطفايتها. شلون يعني؟ ما فهمت عليه. لأنه أكيد هلا من وصلتي على البيت راح تبلش هنا تستجوبني. نيهم يا عم، انت من كين تعرف شو بتحكي؟ اذا هاجت ما في مين يهديها. يا حبيبي تعلق بيناتنا وتطلع اصواتنا ونتبهدل قدام العالم والناس. وسيم ما في غيرك يفكني. ها
الساعة 3:30 بتسحب حالها بتجي لعندي على البيت، إذا لقيتنا علقانين بتفكنا وبتعزمنا على العشاء. لا تخاف أنا بدفع. ماشي، الساعة 3:30 بالضبط بكون عندكم، وإن شاء الله تكونوا متخانين حتى نكسب العشاء. عشاء؟ يفضح حريشك شو بتحب الفاينة؟ هي أكيد هي. رد رد جميل. لا ما رح رد، خليها تغلي غلي. لك أخي رد بلا قلة عقل. لك لا تخاف أنا منبه السكرتيرة هي ترد وتقول لها مالي هو. رد. ها رديت. صار لازم امشي، هلا بيجوا الاولاد. هلا انت عم تحكي جد؟ طبعا جد. تشاو. لك راحت ومهاممه، معناتها القصه مزبوطه. لكن يا عمي ناس بيسمح لهم يروحوا قبل نهايه الدوام بساعتين، وانا اذا اتاخرت الصبح ساعه بيعمل لي اياها سرعه. شو عليه بسيطه. لك ليلى، لك عم حاكيكي الك. مالي فاضيه لك، تركيني بهمي. انت انهجري انت الثانيه. إلا شو حاملة همه هالقد؟ أخدها ولا ما أخدها؟ إذا ما أخدها الصبح بياخد الظهر. باركي لي عبورة. إجازة مبروك. عقبال عندي. على شو، على الحبل ولا على الإجازة؟ على الاثنين سوا إن شاء الله. باركي لي، المدير وافق لي على إجازة أسبوع. إن شاء الله ألف مبروك. لك عم بتروحي على بيتك وبتريحي حالك وما بتتعبي حالك بالمرة، ومن هون لنهاية الأسبوع إذا ما لقيتي حالك مرتاحة خلي لك أسبوع تاني. وهيك رح ساوي، بس رح روح هلا على البيت. يا الله معك. بطلت علي، مو بكره تتركيني لوحدي. اكيد بطلت عليك. يلا باي. باي. يلا معك. باي. يلا معك. وانا كمان بدي اجازه. يلا بحبل حبل كاذب. يا ربي. منين هي التفاحه؟ هي تفاحتي. ليش الماما ما حطت لك تفاحه بالشنطه؟ ليش انت ما اكلتها؟ لا ما اكلتها. ليش ما اكلتها؟ هيك انا حر اخي. وقت اللي كنت بالمدرسة ما كنت جوعان، هلا جعت اجى على بالي اكلها، انت اخو ملاقي. ليش عم تتخانقوا شباب؟ ما في شيء جاتنا، ما عم نتقاتل. صواتكم واصلة لعندي، شو القصة سلي؟ طارق خيران مني لأنه أكل تفاحته بالمدرسة، أما أنا أكلتها هلا قدامه، هو ما معه تفاحة ياكلها. تفاحة؟ ليش أنتم مو صايمين؟ شو المناسبة؟ رمضان لسه مطول. هلا يعني انت واخوك اليوم اكلتوا تفاحاتكم؟ هو اكلها بالمدرسه، اما انا عم باكلها على الدرج. سليم تعال اقول لك حبيبي، تعال. يا ترى الماما والبابا قبل ما يروحوا على الشغل فطروا؟ ليش عم تسالي انت شو دخلك؟ اذا فطروا ولا ما فطروا بدك تفطري معهم؟ لا حبيبي ما بدي افطر معهم، انا عندي فطور بس بدي اطمن عليهم اذا كانوا بياكلوا قبل ما يروحوا على الشغل ولا لا، لانه امبارح انا سمعت الدكتور بالتلفزيون عم يقول انه الواحد لازم يفطر بكير ضروري مشان ما تصير معه قرقعة، مشان هيك عم بسالك، مشان اذا ما عم يفطروا مشان نبهون، لانه القرحة مرض صعب كثير. اللي يعني فطروا اليوم ولا لا؟ ما بعرف، بجوز فطروا بجوز لا. لطيف شو قاريح. انت طارق تعال اللي انت ما بتعرف كمان؟ انا واخي بنروح على المدرسه قبلهم، بقى ما بنعرف اذا بيفطروا بعد ما نطلع ولا لا. ها ايوه فهمت. قولوا لي يا ابطال، انتوا مالكم مبسوطين بالعيشه هون بالحاره؟ حدا عم يزعجكم شيء؟ ما حدا عم يزعجنا، بس ما حدا بيلعب بالطابه بالشارع. احسن، لانه اللعب بالطابه بالشارع خطر كثير. ما بتعرف بجوز انتو عم تلعبوا بالطابه تكسروا لكم شي برور، او تمر شي سياره مسرعه تفعش شي واحد منكم بالحاره. هيك احسن، حارتنا كثير كويسه وما في مثلها. واذا اهلكم حبوا ينتقلوا من الحاره لا تخلوهم، قولوا لهم نحن حابين الحاره كثير وما بدنا ننتقل. شو جاتنا محنة؟ تعالي لي تعالي. شو حبيبي سليم؟ انت شو مصلحتك بالموضوع؟ انو موضوع؟ موضوع بقاؤنا في الحارة او انتقالنا منها. سليم انا مالي مصلحة سوى انني احببتكم جدا جدا وحبيت جيرتكم. انا ما بيهون علي اني انا فارقكم، انتو ما بتحبوني ليش؟ بيهون عليكم تتركوني وتنتقلوا من الحارة. انا مو فارقة معي، وين ما رحنا منلاقي جيرة. وانت طارق؟ انا ما بيطلع بايدي شي، إذا بابا وماما قرروا إنه بدنا ينتقلوا بدنا ننتقل. تعا سليم تعا. الظاهر إقناع الأولاد ما رح يعطي نتيجة، لازم أقنع الأب. طارق
طاري، انت سمعان شي من الماما او من البابا قصة انه بدنا ننتقل؟ لا، ليش انت سمعان شي؟ لا، عجيبة، منين اخترعت هالام محمود قصة انه بدنا ننتقل؟ ما بعرف، بس تجي الماما اسألها. شايف لك هالام محمود؟ مصيفة بنوب، حدا بيصوم قبل ما يجي رمضان؟ ما بتعرف، بجوز يكون في صوم تاني. ليش بيصير؟ يكون رمضانين بالسنة؟ ما بعرف، بس تجي الماما اسألها. شو هالام محمود هاي؟ بيقولوا عنا بيت الحمصي. يعطيك العافية دكتور. أهلين، أهلين وسهلين مدام. يا أهلين فيك، بدي أسألك، مر عندك الأستاذ جميل ودفع لك حق الدواء اللي أخذته من عندك أم محمود؟ إيه بسيطة، ما مرق اليوم، بيمرق بكرة، شو عليه؟ يعني ما مر اليوم وأخذ من عندك حب التهاب؟ لا، أنا ما شفته. هذا اللي كنت حاسب حسابه، على كل ممكن تعطيني حب التهاب إذا بتريد. إيه على عيني. بس على يكون عيني. كويس. آه هذا نوع ممتاز كتير. كل ست ساعات حبي. شكرا كتير لك، تفضل، ويا ريت تقطع حق الكل. ها ايه مثل ما بتأمري. شرفي مدام. شكرا كثير لك. على فكره مرقت لعندي ام محمود وطلبت من الدواء اللي اخذت منه امبارح. ان شاء الله عطيتها. عملت مثل ما قلتي لي تمام. برافو عليك حاكم، هالمره اذا خليناها تيجي تاخذ يلي بدها اياه بتاخذ كثير، ما نجلقها. ايه لا تحكي لي عنها، بعرفها دخيلك، بعرفها. شكرا كثير لك دكتور. مع السلامة. مع السلامة مدام. خير ان شاء الله، بلاقي جاي ماشي. شو وين سيارة السياحة؟ اهلين. انا اهلين. شو مالك بالعادة جاي من الشغل على بكير؟ شو القصة؟ مديرنا راح بكير قمنا فركنا. ها ايوه، مشان هيك ما وصلتك سيارة السياحة. وشو عرفك انه سيارة السياحة ما وصلتني؟ انا بالصدفة، انا كنت على البلكون عم اتشمس قمت شفتك جاية مشي. لا هي وصلتني بس لعند الصيدلية وراحت. خير في حدا مريض؟ ليش الصيدلية؟ لا ام محمود ما في حدا مريض، بس رحت دفعت الدواء اللي عليكي. شفتي هالصيدلي شو طلع قليل اصل. خير ام محمود شو عمل؟ ما رضي يبيعني دواء تاني بدال اللي خلص. أبي جوز ما بقي عنده. لا هو هيك قال، أنا ما صدقته، ما بده يبيعني. وليش ما بده يبيعك؟ في تار بينك وبينه لا سمح الله. لا أنا منين التار بيناتنا؟ بس هو يخاف يكتر عليكم الحساب، تقوموا تطولوا عليه بالدفع. لا لا يا أم محمود ما له حق ابنه، هلأ بدي خلي جميل ينزل يبهدله. لك لا يبهدله ولا شيء، أنا فتحت لكم حساب بالصيدلية الثانية. أنو صيدلية؟ الصيدلية اللي بآخر الشارع. وشو المناسبة؟ رحت أخذت من عنده مراهم لإيدي، لقيت كتير عرف، قلت لحالي قبل ما ينفقوا لحقي حالك بكم وحدة. قمت أخذت ثلاثة، بكفوا ثلاثة ما هي؟ شوفي إيدي بلشوا يطيبوا، ها ما هي؟ يا الله يشفي لك إياهم. أنا أنا بدي خبرك خبر، بس وعديني ما تنحري. إيه؟ خير أم محمود شو في يحكي؟ توعديني ما تعيطي عليهم للولاد. أم محمود احكي، الولاد عاملين شو عملة؟ لا بس بس شو أم محمود سيبتي لي ركبي؟ فطروا. فطروا؟ ما فهمت عليكي؟ هلا أنتوا صايمين ولا لا؟ لنفرض صايمين. لا بدك تقليلي، صايمين ولا لا؟ صايمين. لحالكم ولا مع الولاد؟ أم محمود نحن والولاد. معناتها لازم تعرفي طارق وسليم فطروا. وأنت شو عرفت؟ شفتوا، لأنه لسليم عم يهرش تفاحة. هلا هذا الموضوع اللي صار لك ساعة عم تقولي لي لا تنحرم من شانه؟ ما بعرف، ببالي رح تتضايقي. الولاد صاموا والله فطروا هن حرين، المهم أنا وجميل صايمين، ويا ريت أنت كمان تصومي معنا. الله يتقبل. ما زالهم صايمين، شو بدي فوت ساوي عندهم؟ لفوت سخن هاليبرقات واشفط لي معهم شوية لبن. أكيد هلأ بتكون عم تغلي غلي وعم تنتظرني على أحد من الجمر. لك فتحت اليوم أكثر من 5 تليفونات، معناتها الأمور بلشت تزبط والفار بلش يبحث بعبة. إن شاء الله وسيم ما يتأخر عن 3. أحسن شيء أخذ لشي هدية بطريقي، بلكي بتلطف الجو لبين ما يجي وسيم. يا رب تمضي هالساعة على خير يا رب.
شو قصتك ابو طارق؟ ما في الا بسمعك عم تحكي مع حالك، شو في خير؟ لا ما في شيء، انا متعود احكي مع حالي، هي شغله خاصه، بعدين انا بحكي حالي ببيت الحمصي، انا اخت مرائي انت شيء؟ لا إيه بدي اقول لك تفضلي، بس مثل ما بتعرفي ما رح تستفيدي شيء لانه صايمين نحن. معلش يا ابو طارق، خيره بغيره. يا ابو طارق شو كنت بدي اقول؟ لا تفتح، لا تفتح الباب، دقيقه ما رح اخرك، دقيقه واحده بس. هلا انت برايك البيت الكبير الشرح المرح يلي في اوضه نوم كبيره واوضه نوم ثانيه للاولاد وصالون واسع للضيوف والسفره ومطبخ شرح، يعني شرح كبير بتتحرك فيه ست البيت على راحتها، هذا عدا المنتفعات اللي صايره لحالها، هذا البيت يا ترى برايك احسن ولا البيت الصغير احسن؟ مبيني اشكره البيت الكبير احسن. وانا هيك عم اقول. لك اللي عم تساليني لانه مرتك ما بتحب البيت الكبير، ما عجبتها شقتها، بدها تنتقل لبيت اخر. شو عم تتعب قال من التنظيم؟ مرتي هيك قالت. شوف هو من جهه التعب ترى معها حق، البيت متعب، بس على كل الأحوال بيضل أحسن من البيت الصغير. معنا محمود، خلصيني، قولي كل اللي عندك، مستعجل بدي فوت لبيتي. ما عندي شيء إلاك يا غير إنك لا توافق على مرتك عن نقلة، قناعت تضل ببيتك، وإذا كان على التعب أنا ببقى كل يوم والتاني بطلع عندك وبساعدك. كتر خيرك، شكراً. جميل، اهلين حبيبي. يلا قوام روح غير ثيابك، الغدا صار جاهز. يلا. شبك جميل واقف محلك؟ ما تفوت تغير ثيابك؟ يلا حبيبي قوام، ما بدك تتغدى يعني؟ جميل بدك تتغدى ولا لا؟ بدي اتغدى. عجل لك شوي لانه الاولاد جوعانين. شغلي بتجنن، بكير هلكتني بالتليفونات وهي عم تسأل عني، هلا وقت شافتني ما سألتني وين كنت. لك شو هالمرة هي؟ مو مرة واحدة اتصلت فيي، اتصلت فيي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. ايه خمسة؟ خمس مرات؟ هي أكيد مأجلة الخناقة لبعد الغداء مشان الولاد يتغدوا. معها حق، لأنه إذا تخانقنا هلا لا نحن رح نتغدى ولا الولاد. لا لا زعلت هنيك بتجي. لا طارق سليم تعالوا تغدوا حبيباتي. يلا يلا ماما غسلوا ايديك. مرحبا. اهلين يا مرضي. لا بدي بوسك مثل ما باسك الدبور. يا حلوة. صب لك رز. صبي لي رز. يلا معقولة قدراني تصبر لبعد الغداء؟ يا على الأعصاب، هدوء فظيع كأنه مو صاير شي بنوب، بس أكيد هذا هو الهدوء اللي بيسبق العاصفة. الله يجيبنا. شو صاير اليوم؟ متأخر كتير. مرحبا. أهلين وسهلين. متأخرت كتير، وشغل بالي عليك. كنت عم نزل بضاعة. الله يعطيك العافية. الله يعطينا خيرك، بالظاهر بدك مصاري. لكن شو بدك؟ بدي اتغدى معك يا حبيبي. بدي اتغدى معك يا حبيبي. مها بلا لف ودوران، قولي لي شو القصة؟ اين قصة؟ قصة هالعزيمة العرمرمية، هالمائدة، هالوليمة الفاخرة، كل فكري العيد والله. وانت قلتها، بالنسبة إلنا أحلى عيد. عيد شو؟ عيد العمال؟ لأنه عيد زواجنا لسه بكير عليه. عيد ثمرة زواجنا يا حبيبي. ثمرة زواجنا؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليكي. أنا حامل. نعم؟ مفاجأة حلوة كتير ما؟ مفاجأة حلوة؟ منين حلاوتها؟ لسه ست شهور ما صارنا متزوجين، على القليلة خلي يمر سنة بلا أولاد. الشغلة مو بإيدي.
لكان برجلك. نعيم ليش هيك عم تحكي؟ بدك تزعلني منك ها؟ حدا بيقول لمرته هيك وهي عم تبشره أحلى بشارة بالدنيا؟ هذا بدال ما تبوسني وتبارك لي وتنزل تجيب لي هدية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك يا مها على هالعملة، لسه ما لحقنا ننبسط بعرسنا. طبعا ما بدك أولاد مشان ما ترتبط وتضلك دايرة ورا النسوان من وحدة لوحدة. يمكن عقلك عم تحكي هالحكي؟ لكان من نصه. تعال ما بدك تتغدى؟ ما بدي، مفاجأتك السارة سددت لي نفسي. تفضل جميل. بعدين رح يوصل وسيم والحريقة لسه ما هبيت. شبك امي؟ دايمة صحتين وهنا. روح غسل ايديك. دايمة وانت كمان صحتين، غسلوا ايديكم منيحة. ايه جميل، ما قلت لي وين كنت اليوم؟ الحمد لله اخيرا فرجت فرجت فرجت. ما سمعت شو قلتي؟ قلت لك وين كنت اليوم؟ وين بيكون يعني؟ كنت بالمكتب. اتصلت فيكم ما لقيتك. السكرتيرة قالت لي، هي حطت السماعة من هون وانا كنت. روحوا بابا، روحوا على اوضتكم، في شيء بده يصير ما لازم تشوفوه، حريقة بده يصير. لك تحرك. هي سكرت السماعة من هون وانا فت على المكتب. مالي نصيب احكي معك، ليه ما اتصلتي مرة تانية؟ اتصلت مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. وما لقيتك وين كنت؟ وين تكون يعني؟ بالمكتب. وليش ما رديت؟ تليفوني مباشر خربان. مو صحيح، السكرتيرة حكت معي منه. شو قصتك هلا؟ شو قصتك؟ وين تكون يعني؟ بالمكتب يعني بالمكتب، وين تكون؟ مو شرط تكون بالمكتب نفسه، يعني كنت بالمديرية. كان عندي اجتماع، أخذ الدوام من أولته لآخرته. طيب واحد بيساوي هيك اجتماع ما بيخبر سكرتيرته؟ ليش لحتى خبرها؟ هي المدير ولا أنا؟ مشان تعرف وين تلاقيك إذا حدا طلبك. ما بدي إياها تلاقيني، بعدين بتزعجني أثناء الاجتماع. لك حدا طعم السمكات. جميل لا تلف وتدور، أنا بحياتي ما سمعت اجتماع بضل من أول النهار لآخره. شو قصدي؟ عم تكذبيني؟ ولك يا عمي شو عليكي ما بتستحي؟ هلا أنا صرت كذاب، وين بدي كون يعني؟ بدي كون عم تتمشاني مع شي وحدة وعامل لك إنه أنا بالمكتب، وين بدي كون؟ ولك وانت ما كنت شي، وين بدي كون جميل لا تعصي، أنا من الناحية مطمنة منك، بس مع ذلك في شيء أنت مخبي علي، مالك بالعادة شو القصة؟ وأنت مالك بالعادة تتصلي فيه خمس تليفونات بالنهار، شو بدك؟ عم تراقبي حركاتي؟ وين بروح وين بجي أنا حر؟ وين ما بدي روح؟ وين ما بدي بجي؟ ما كنت شيء، وين ما بدي بجي أنا؟ لا تعيي، أنت حر، أنا من يوم وراح ما عاد أتصل فيك منيح هيك؟ إيه منيح. شو كان بدك مني؟ كان بدي ذاكرك مشان تاخد حبة الالتهاب، مشان الله تخلي عرقبتك ما تلتهي. بعدين معي بدها تجنني يعني؟ لا ما رح خليها تجنني، انا بدي جننها. هي انا بدي شو بدي جننها؟ ما انا رح هي مجننها. ليش لحتى ما جن هنا هنو هنا 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 هينو؟ نعم. شبك ساعتك زعلاني؟ لا وانت ان شاء الله هديت. انا هديت بس اني اعصابي تعبانين هاليومين، هيك شوي تعبانين اعصابي مو بايدي. إذا تعبان بتصلك بالدكتور زياد بيجي بيداويك وبيعطيك شي بيهدي. ما بدي الدكتور بطيخ أنا. إجا وسيم، افتحي له وخلي يفوت لعندي على الغرفة. إيه في حدا بيجي بهالوقت؟ هلا خلص خصمية وفهمي وساوي اللي عمل لك عليه، افتحي له وخلي يفوت لعندي على الغرفة، إيه أنا تعبان أنا. خلص جميل أنا بفتح له بس ما رح فوته لهون، أنت تعبان ولازم تنام، وإذا فات وسيم لهون ما رح يخليك تنام. أنا بنبحت ها؟ على داري أنا بنبحت ها؟ خلص خلص رح فوته. صارت تخاف من بحتي. كل ما ضايقتني ببحث.
اهلين استاذ وسيم، تفضل. شكرا. في موعد بيني وبين جميل هلا. بعرف بس هو هلا تعبان. معناتها حصل. بس انا ما تاخرت عليه. حق علي، كان لازم اجي من اول معه. الله يصلحك يا مدام، الشغله بدها تروي. كل شيء بينحل بالتروي، وهلا وينه؟ بالمستشفى؟ بغرفة النوم. بغرفة النوم؟ ايه، انا رح دخلك هلا لعنده، بس يا ريت بعد اذنك طبعا، انك ما تطول لانه اعصابه تعبانه مثل ما قلت لك. حاضر حاضر، ما طول. اخ يا راسي. سلامتك يا جميل، سلامتك. راسي. شو راسك؟ بشو ضربتك؟ اكيد بالكندرة. ارجيني لاشوف. ما في شيء راسا، ما في ولا جرح. انا روحي ساوي لنا قهوه. حاضر. ريح ريح، لك رح يصير معي جلطه من افكارك الخنفشاريه. ايه خوفتني. شو صار معك؟ اكيد الخناقه كانت قويه. الله يصلحك، ضروري طن لك 5 مرات ما ترد عليها. يا اخي من اول طن، ثاني طن، رد على الطن الثالث. رد على الطن الثالث، ان شاء الله يطن راسك وما يلاقوا لك دواء. انت بتعرف بالاول شو صار؟ شو صار؟ عود لاحكي لك. هذا مو اقترحت علي اني اقرص حالي، الله لا يوفقك. مين هي اللي ممكن تضربه بالكندرة؟ ليش هيك وسيم عم يحكي؟ بعدين شو هالموعد اللي بهالوقت؟ يا اما كان يعزمه على الغدا يتغدى معنا، يا اما ياجل الموعد لبعد ما ينام ويفيق. انا ما استمت في هالموعد ابدا. يلا انا شو دخلني؟ هو ورفيقه عم يتوعدوا ولا شو لحتى انحشر بيناتهم؟ اكيد بدهم يعملوا شيء، واذا كان هالشيء بخصني اكيد لحالهم رح يقولوا لي. ضحك لك ضحك، لانه فعلا شيء بيضحك. هلا بدي اياك مشان حب الالتهاب. عجبك، وانا طول الوقت مفكر انه بدي اياني لانه عم تتجسس علي. بدي تعرف وين انا، وين رحت. لك يا جميل، لك نيالك، لك انت عايش بهنا. الف رجال بيتمنوا يكون عندهم مره مثل مرتك، وحده بتخاف عليك ومأمنتك. لك مزبوط، بس كل شيء اذا زاد عن حده بينقلب لضده. هاي الحق معك فيها. وهلا شلونك؟ لساتك اعصابك تعبانه؟ لك انو اعصاب؟ ريح شباك ريح. انو اعصاب؟ ليش بقي في عندي اعصاب؟ قلت لك ريح. هذا انت؟ اهلين ام تحسين. كيفك ام محمود؟ اهلين ام تحسين، اهلين بالحامل والمحمول. اشتقت لك، ليش ما عم شوفك؟ تعي قودي توف شي. امبارح كنت عندك لسه. تركينا من امبارح، نحن اولاد اليوم. والله والله وي بكسر الهاء وعقد اليمين. تذكري يا ام تحسين انه ام محمود في ذلك اليوم قالت لي هذا الكلام. ام تحسين، يوم اللي ما بشوفك فيه انا بحس شي ناقص. هلا قليلي، تغديتي ولا لسه؟ لسه، حدا بيتغدى بهالوقت؟ بكير. كتير منيح، هاي صحن رز بازاليا حطيت لك فيه نص كيلو لحم غنم مشارك. ليش بعذبي حالك ام تحسين؟ ليك البراد عندي ملان متلتل صدوره صدوره. فوتي ام تحسين اذا بدك تشوفي شوفي. ها ارتاحي ام تحسين. اهلي عدي هون هون ام تحسين، صدوره للبدوره حبيبتي. انت انا بعرف يا ام محمود انه الاكل عندك كتير، سلامه خيرك، بس هالصحن اشتهيت لك يا حاكم. هديك المره ما قدرت تدوق صينيه الكواج ولا انا. ستي الجايات اكثر من الرايحات، بكفي انك عم ما تتذكريني. ام محمود الك ولا للديب؟ خير. ما في الا الخير. بتعرفي اخوك ابو تحسين قاعد بلا شغل وما عم يلاقي شغل، وبتعرفي انه جاي على باله يفتح دكان تسماني، عم يدور على حدا يديننا ما عم نلاقي. وأنا هيك صفناني وعم فكر مين ممكن يديننا، ما لقيت غير أختي وحبيبتي وجارتي أم محمود. أنا من اللي؟ لا ما منك أم محمود، من ابنك اللي بخورفك كان. الله يخليلك يا رب، يعني أكيد محوش له شي قرشين. قولي له أم محمود بركي بيبعت لنا فروق محل، وبس يجي منرجع له ياهن دين. شو قلتي؟ إلي؟ تعي أم تحسين عاوزتك أنا شوي حبيبتي. خدي صحنك أنا تغديت، الله معك، مع السلامة. شبكي امجد واغياد ناموا قبل ما يتغدوا. يبعت لك حمى انت الثانيه. انت الثانيه يعني انا الاولى؟ بحفظ ضربي شد ما يرد. يا واحد شرغه وتصاصل انت، هذا اللي شاطر فيه. انا بينحم بدني وانت جيت. هلين طاري هادي عمك. يسلموا هالايدين، لحظه لجيب لك حبه الالتهاب قبل القهوه.
بعديه عني. لو عم تبعدها ما بدي اشربها. ما بيصير حبيبي، مشان رقبتك تطيب قوام. هي قرصه، لا تفكر شيء ثاني. لا لا، بعرف انه قرصه، بس يا ترى قرصه دبور ولا نحله من هاللي ببالي؟ يا ريت قرصه حنش، كنت ارتحت انا. شو بنا ابو طارق، شو بنا؟ يلا جميل، خد الحبه مشان تشرب القهوه مع رفيقك. تفضل. ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. لا ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. هاتي. ها بدك تشربها. لا ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. ها اشربوها انتو. اذا حياتي بوقفي على حبة التهاب ما راح اشربها. لا بدك تشربها، وبدي اشتري لك ظرف ثاني كمان. ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. قوموا بعدكم هلا، لا تخنقوا قدامي. خلاص معافى ابو طارق، ماني فاضي انا لانه عندي موعد مع ابو فراس. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. بدك تعطي بالك، ها هي قرصة نحلة ما بتطيب قوام، خاصة اذا من هذا النحل المربري. جميل لا تزعل، هلا ببعث لك طارق بجيب لك ظرف ثاني. يا طارق اذا بشوف حبة التهاب بالبيت بنحر حالي من الوريد لعرق اللبن. لا حبيبي تقبر قلبي، لا تنحر هالقد. نسيت اسألك، لمين هاي؟ هاي إليك، من البارفان اللي بتحبيه. إيه تقبر قلبي، أصل البارفان القديم رح يخلص، يسلموا إيديك. جميل؟ نعم. أنت مو ملاحظ إنه صدف كتير تكررت؟ أنو صدف؟ يعني المرة الماضية لما قرصك دبور جبت لي خاتم ذهب، واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان. المعنى؟ بيقولوا إنه الصدفة إذا تكررت ثلاث مرات بتصير مقصودة. لك المعنى كملي. شو كملي؟ يعني إذا الصدفة تكررت المرة الثالثة بجوز شك جميل. ها شكي بشو؟ كملي. شك إنه أنت عم تجيب لي هالهدايا مشان تستر على شغلات تانية. الله أكبر، الله أكبر. خير ما بشوفي، حررنا فلسطين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوفي ماما شو صار. مثلونك شايف. الله أكبر، الله أكبر. شكوا 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 شكوا. الله أكبر، الله أكبر. شو ما بقي غيري عائل. الله أكبر، الله أكبر. هوني الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بيش الله أكبر عليهم. شكوا شكوا الله أكبر. شكو شكو. الله أكبر، الله أكبر. شو صار؟ شو اللي صار؟ أبو محمود، أبو محمود ليش مرعوب؟ أنت ليش مرعوب؟ ولي شو اللي صار؟ ولي مين ضربني؟ مين ضربني؟ ولي هاي الأصوات جاي من بيت أبو طارق. شو اللي صاير عند بيت أبو طارق يا ترى؟ ها؟ معقولة يكون عندهم عزيمة؟ مو معقولة، صايمين. حدا من الأولاد نجاح؟ هلأ مو وقت فحوصة ليقوم أبو طارق رب حاله شي ورقة يا نصيب. معقولة لقوم لحق حالي بالحلوان. أنا فرحت لكم من كل قلبي، إلا كان لازم أفرح لكم. مثل بيقول إذا كان جارك بخير بنوبك من خير وخير. وينو أبو طارق لبارك لوينو؟ ولي هربوا. وين وين راح أم محمود؟ بدي بارك لأبو طارق جار الرضا حبيبي. وعلى شو بدك باركي له؟ يوهنا علي كمان. شوفي هو التكتم بهيك موضوع مطلوب وضروري، بكرة الغانم بصير يدق باب دارك بيكسر إيده وبيمده. وخدي على أسباب بقى بتقطعه للقلب، واحد بده يعمل عملية لبنته، وواحد بده يفتح دكانة لابنه، وواحد بده يشتري سيارة يشتغل عليها، والتاني بقى بده يعمر أوضة زيادة ببيته، واحد ما معه حق مازوت، والتاني بده يشتري ثياب لأولاده، ووحدة موتت جوزها وولادها وكل قرايبينها ما معها تاكل، وكل واحد بقى بيخترع لك قصة شكل شي مزبوط وشي مو مزبوط. بتحتاري مين بدك تصدقي؟ ويا ريت تنقضى على الأهل والقرايبين والجيران،
وبكرة يلي من 10 سنين اجتمعتوا معه بشي سهرة بيعمل حاله من أعز أصدقائكم وبيجي مشتاق بقى وملهوف لشوفتكم وبيتذكر وبيتفنن بقى بهديك السهرة الحلوة يلي قضاها معكم وبيتمنى لو تنعاد كل يوم. ولذلك معك حق جارتنا أنك تخبي وما تقولي، بس مو علي أنا جارتك وحبيبتك أم محمود اللي حرقت إيديها مشان تساعدك. أم محمود ممكن تهدي شوي لأفهم منك القصة؟ لك إذا أنا هديت أنتي لازم ما تهديه، لازم ترقصي وتغني شهر، لا يا شو شهر، سنة بحالة 365 يوم وربع. أم محمود ممكن تتعطفي علي وتتحنني وتفهميني شو اللي مفرحك هالقد لحتى عم تزلغتي مركي زلغتنا معك؟ لا أنا يلي لازم زلغت معك مو أنتي. أنا ولا أنتي مو فارقة، بس فهميني شو السبب. أنا إذا خبيتي عن البناية والصايح كله علي لازم ما تخبي، نحن بيناتنا خبز وملح وحروقة. أنا ما عندي شي لا خبي لا عليكي ولا على غيرك. ماشي أوكي أنا بعديلي لشوف، راح على بيتي أنا زعلت. أنتي حرة. شو قلتي؟ أكيد عم تمزحي. هلأ وقت هالحكي انتي كمان؟ الله بيعلم اني انا فرحت لكم من كل قلبي لاني بحبكم، مستحيل انا ازعل منكم. اي تحبك العافية. رجعتي تغشمي حالك؟ خلاص قلتلك انا مالي غريبة، واذا خايفة لا اطلع احكي للجيران. لا تخافي، سرك كبير غميق ماله قرار، ما حدا رح يعرفه ابدا. لك انا سر وانا بير، فهميني عن شو عم تحكي. ليش جوزك ما قال لي؟ اخص أخص على هيك رجال، بيأهرموا نسوانهم وهن فقرة، وقت اللي بيصير معهم مصاري بيخبوهم عنهم، بس ما له حق بنوب. شوفي أم محمود، يا أما بتحكي بالمشير معي يا أما الله معك، بدي فوت ارتاح. أيوة لك معقولة أنت هنا؟ معقولة هالعراضات وهالهتافات؟ الله أكبر الله أكبر، بشقتك مالك حاسي. أم محمود وصلت معي لهون، إذا ما بتحكي الله معي. لك جوزك يا حوبي ربح ورقة يا نصيب. جوزي ورقة يا نصيب؟ ايه والجائزة الكبرى كمان. كمان الجائزة الكبرى. هنا ألف مبروك، زلغتي معي هنا مبحوحة أنا. مبروك بابا مبروك. على شو؟ شو ما سمعت ربحنا الجائزة الكبرى؟ شو هالحكي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليش؟ ليش؟ شكو 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 شكو. شفتي هاي اولادك عم يزلغطوا ويباركوا لابوهم بالجائزه، رايح ابارك له لابو طارق انا. معقوله؟ الله اكبر الله اكبر مبروك ابو طارق. ليك شلون شحطت؟ زلغتي معه؟ إيه ما بدك تخبرني الخبر السعيد اولا زلغت وشحيت؟ ليش ما خبرتك انا؟ لا ما خبرتني. والله ما خبرتي. شو رايك انت؟ ايه بس بقى لا تضوع علينا فرحتنا، مبروك ابو طارق، ان شاء الله بتصرفهم بعرق العافيه الهي. الله يعافيكي الهي، يا محبه يا ودوده يا ودوده انت. لك اذا ما حبيتكم الكل لمين بدي احب؟ جميل؟ قصة الجائزة الكبرى مزبوطة؟ أنو جائزة؟ اسمع جميل، بتخبي على الناس كلها خبي بس مو علي. ليش لحتى خبي عليك أو على غيرك؟ لو ربحان الجائزة كنت قلت لك. ليش قلت لها لأم محمود الله يبارك فيكي وخلينا ياك يا محبة يا دودة؟ أنا قلت لها يا ودودة مو يا دودة، تفرق. صحي بابا صحي، مشان شو كنا عم نمطوط ونزفق ونقول الله أكبر الله أكبر؟ لك صحيح ذكرتني، الله أكبر الله أكبر. شكو 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 الله أكبر الله أكبر. ليش ما دريتوا؟ مشو ما راح لكم. بسيطة لا يقلنا هيك شغلة، ما بيقدر يخبيها كتير إلا ما تنكشف. أنا ما راح يهدالي بال إلا ما أعرف قديش ربح. لك صحيح هي ما فكرت فيها، قديش يا ترى صارت الجائزة الكبرى؟ قديش صارت الجائزة الكبرى محمود؟ رد علي، ما بدك ترن؟ ابعت لي مصاري ما تبعت لي. لا تحن علي يا مقومع يا واوية يا ابن الواوية، عمرك ما ترد، خليك بقور فكاني مدينة السحر والجمال شيتك. أنا صار لي زمان ما اشتريت ورقة يا نصيب. يا سلام لو الجائزة 10 ملايين، بركي بغير هالعفش كله وبشتري عفش جديد، وبالمرة بغير التلفزيون والبراد، صار لهم زمان عندي. وشو بدي غير يا سعدية يا بنت المسعود؟ شو بدي غير؟ بدي ركب دوش مشان اتفرج عليه بآخر الليل.
سمعت عم يطالعوا فيه افلام هزي مزي. هلا ماما انا ما فهمت، ربحنا الجائزة ولا ما ربحناها؟ والله يا امي علمي علمك، انا كمان مو فهمانة شيء، مثل الاطرش بالزفة. انا فهمت. شو فهمت؟ نحن ربحنا بس مو الجائزة الكبرى. لكان شو ربحنا؟ نحن ربحنا طردية الجائزة الكبرى. اي دخيل عينك شو فهمان؟ لكان انا بعجبة. اي تقبر قلبي، يلا طلع دروسك لشوف. والجائزة؟ بس نصرفها من خبرك يلا. كنت تشتروا البسكليت ها؟ مو تروح الشغلة تعيس معيس؟ لا حبيبي ما راح نروح لك ياها تعيس معيس، طلع دروسك. ماما انا كمان بدي بسكليتي. انت بدك بسكليتي؟ وانت بدك بسكليتي؟ تكرم عيونكم، وانا كمان بدي سيارة. إيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شكوا 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 شكوا، طلعوا دروسكم طلعوا دروسكم. مرحبا وسيم. ايه جميل الحمد لله. لك لا ارتاحت اعصابي. ايه لك عندي مفاجأة بالزحي العال. ما بقدر احكيها على التليفون بعد نص ساعة. ايه عرفت وين. ماشي ما تأخرها. الله معك. حلو بلشت تسألني وين رايح. عندي شغل. لا حبيبي ما في تروح. شعللت رح خليكي تغلي غلي لسه تغلي غلي. عندي موعد ما بقدر الغي. لا حبيبي بدك تلغي وما في تروح يعني ما في تروح. لك شو الغي ان شاء الله. ان شاء الله مفكر في موعد غرامي هاد. ان شاء الله مفكر اني رايح قابل شي وحده. لك عندي شغل. ايه حبيبي خلص بعرف لو عندك شغل بس انا مشان صحتك ما بدي اياك تقابل حدا وانت اعصابك تعبانه. مو تعبانه اعصابي كانت تعبانه مشان هيك ما بدك بعدين بتخلي